برنس الليالي ورمانة الميزان، الأمير عديم الاسم ابن الملك شخرمان، في طريقه لإكمال اكتيفيشن الجاردن تاور. حفلة الاستقبال كالعادة، والمزيد من المستقبلين. وناس بتنزل من السماء. وأشباح وبني آدمين. في سؤال وجيه جدا بقى، هو يا ترى ايه علاقة التايم والسنس اوف تايم بين ان هي تحول البني ادمين لوحوش؟ يعني في الجزء الاول لما هو انليش سنس اوف تايم، كل الناس اللي مستهم السنس تحولوا لوحوش، ساند مونسترز، حتى ابوه شخرمان. في الجزء ده هو لسه ما فيش سنس اوف تايم، ولكن يعني مفروض ان هما في الايلاند اوف تايم، فنايبهم ممكن من الحب جانب، يعني مش محتاجين سانز عشان خاطر واضح ان المكان ميستيكال من نوع ما. يعني فهي العلاقة ما بين انه موضوع التايم والسنس اوف تايم والتايم لاين ده وما بين الوحوش. لا، وكلهم بيتحولوا وحوش وكلهم بيبقوا اكثر عدوانية. يعني في الجزء الاول حتى جنود ابوه انقلبوا عليه، يعني ابوه نفسه كان بيفايته وعايز يموته، كان فايت رخم يعني. طبعا كلنا عارفين ايه ده، يعني من الدخلة كده باين. وكده طبعا اتأكدنا ان هو، واللي لسه معرفش يا جماعة ده الابجريد الخامس، لايف ابجريد الخامس. أحلى دماغ في الكون، منتهى النشوة والإكستاسي. البرنس يصل لحالة النيرفانا. ومعانا لايف أبجريد، خمسة لايف أبجريد.
افتح الهويس والأرض لو عطشانة نرويها بدمان. اتفرج بقى. كده المياه نزلت من الحتة اللي احنا نزلناها قبل كده، المياه كملت سكتها ونزلت بقى علشان تروي الجنينة دي، بما ان هي حدائق معلقة يعني مدرجة فوق بعضها، فالجنينة اللي فاتت بتنزل على الجنينة دي. والجنينة دي بتنزل على جنينة تانية، او بتنزل بقى على البرج التاني اللي هو الكلوك سيستم تاور. مع العلم ان احنا خلاص فتحنا واحد من الترباسين، يعني احنا بنوصل كده ما بين البرجين مش بنأكتف الجاردن تاور. المزيد من الرجالة والسهرة تحلى على رأي مدحت صالح. مرحبا رجالة، شوف الفنشات، فنشات ادعية والله. اساسا ذكريات والله كانت محتاجة الفنشات. ولد بنوجه المياه للمجاري اللي في الأرض. والفلو كله بيتجمع بقى ويخش على الكلوك سيستم تاور. كده فتحنا القفل الاولاني واكملنا الاكتيفيشن بتاع الجاردن تاور. كده الان البرج الاولاني خلاص، حتى الاوبجكتيف اتغير، بس بيقولك اكتيفيتي اذر تاور. ادي واحدة ايه خلصنا منها بالسبايكس، والتانية بقى ايه حضرنا السبايكس فيها مرتين، وادي مرة تالتة بنحضن السبايكس.
اه كده بقى نتلاش بقى ونتفشخ احسن ما ايه ما نحضن السبايكس. يعني حضرنا السبايكس 3 مرات، عايزة ايه تاني؟ طيب مشكلة القتال في الأماكن الضيقة. طيب هنا بقى ايه، بما ان الفيديو طويل زي ما اكيد كلنا خدنا بالنا، فالواحد فقد تركيزه تماما ومستعجل بقى، عايز يخلص، عايزين نرجع تاني بقى عشان ايه نخش على الدور التاني. جود ايفنينج يا رجالة. باي باي، تعالوا زورونا. وعودة تاني من مكان ما جينا. دي المرة كام دي اللي نخش فيها الليدن جاردن؟ دي نفس الرجالة اللي موتناهم هم تاني. يعني بجد شيء مش منطقي. يعني هل ده المجرد ان احنا يعني اخترنا صعوبة الفايت نورمال؟ يعني هل لو كنا اخترنا ايزي مثلا ما كانش هيجيب لنا الرجالة دي كلها في كل مرة رايحين او جايين؟ ولا هو كده حاطط الرجالة دول عشان يرشدنا يعني للطريق اللي احنا المفروض نمشيه؟ طب ما كان كفاية ان هو يفرجنا الفيديو ده زي ما هو بيفرجنا دلوقتي، يورينا هننزل ازاي او هنمشي ازاي. هو اي نعم انا بنسى يعني في النص. يا ولد اروع فينش في اللعبة، اروع فينش في اللعبة. فينش السفين ده، فينش القديس ابو سفين. اعتقد ان ده قديس عند الجماعة المسيحيين، اسمه ابو سفين. هل نفتح بقى يفهم من كلامي ده دلوقتي ان انا مش مسيحي؟ قولوا لا مش شرط خالص على فكرة، ممكن ابقى مسيحي. بقول عليهم ممكن مع المسيحيين عادي يعني. بقالنا 7 سنين في المكان ده، هو مكان لطيف وكل حاجة بس كفاية بقى، كفاية يعني. دلوقتي المفروض ان احنا في طريقنا للصابة علشان خاطر بقى ايه نرجع لمجموعة البريدجز اللي بتوصلنا للتاور التاني. سعيد الهوى يرحب بنا.
البعض ممكن يقول ان دي حركة متخلفة، كان ممكن انزل بالسلم وخلاص، بس عادي يعني، ايه المشكلة طالما بنودع يعني. خلينا على الاقل نودع الانتيريور يعني، كان في شوية الغربانة القطاف دول مين هيموتهم يعني. احنا عاملين زي اليهود كده، لا نبكي ولا نظر، او زي ما اليهود بيقولوا عن نفسهم. بمناسبة اليهود، البرنس برضو دي تجلي يهودي لطيف جدا في الجزء الخامس Forgotten Sands 2011، وده ان هو بيروح القدس او اورشليم. لعبة لطيفة جدا. اتغيرت كتير عن الثلاثية. بقت كلاسيك هاك اند سلاش. اعتقد ان هما لو كانوا اشتغلوا على قصة برنس اوف بيرجيا دي بشكل اعمق شوية واحسن شوية من الهبد اللي هما فيه ده، كان الموضوع هيبقى الطف. You seem surprised to see me. Surprised only that you insist on prolonging the inevitable. Why did you help me? I don't know. I guess half because you remind me of the Empress, or who I wish she could be. What do you mean? Like you, she knows her own fate. She has seen it in the timeline. But where you fight it, she has submitted. She accepts it. They say knowledge is power, but I say it is a poison. Knowing the date and manner of her own death torments her. The closer it draws, the greater her pain. And you wish she would fight her fate like me? Maybe it would give her something to live for. You said that was only half the reason. What's the other half? I have known my whole life that what is written in the timeline cannot be changed. Yet something inside me wants you to succeed. And do you think I will? No. But I admire you for trying. Thank you. Your name. I haven't even asked your name. I've been so... It's... Kailina. The hourglass is more than half empty. You should go. You haven't much time. الراقصة اللولبية بتغير لنا العدة، اديتنا سيف جديد، مروقانا والله، وبدلة الرقص اللي هي لابسة يعني. كده احنا فتحنا الطريق للبرج التاني، والآن نذهب لنقرع استعدادا لدخول المعمعة.